الجزائر تفتتح أكبر مسجد في أفريقيا وثالث أكبر مسجد في العالم بعد المسجد الحرام والمسجد النبوي بمساحة 200 ألف متر مربع ويتسع ل 120 ألف مصل، كما يبلغ ارتفاع مئذنته نحو 265 مترا وهي أطول مئذنة في العالم، ويضم المسجد قاعة صلاة كبيرة على مساحة 20 ألف متر مربع. المسجد الأعظم ويعرف أيضاً بجامع الجزائر، يضم كذلك 12 مبنىً تشمل مكتبة تتضمن مليون كتاب وقاعة محاضرات ومتحفاً للفن والتاريخ الإسلامي ومدرسة عليا للعلوم الإسلامية لطلاب الدكتوراه، فيما بلغت تكلفة إنجازه نحو مليار دولار. واليوم تم افتتاح المسجد رسمياً بعدما تم افتتاحه قبل 5 سنوات للسياح الدوليين والزوار الجزائريين.